الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم. بص انا بطلبش منك لايك ولا بطلب منك سبسكرايب. كل المطلوب منك انك يكون عندك شرح الصدر نوعا ما تتقبل الكلام. لان انا مش مجبر ان انا اقول لك محمد مجدي قفشه واحد من اهم اللعيبه اللي موجوده جوه ملعب النادي الاهلي دلوقتي. مش تسمع الكلام ده لو انت كنت عايز تسمعه. مش هقول لك مثلا عمرو سليه وحمدي فتحي عملوا جيم تكتيك النهارده عالمي وكان النهارده عبقره جدا جوه الملعب في البساطه. مش تسمع الكلام ده. فلو عايز تسمع كلام غيره كمل مع الفيديو. مش عايز تسمع من دلوقتي يا صاحبي نطلع بره الفيديو عشان خاطر ما نخلطش ونقعد نشتم في بعض. فبلاها يابا من الاول كده. الاهلي نوعا ما بيبتدي بطريقه كويسه 4-4-2. بحاول ان انا امسك طارق محمد طارق طرف كهربا طرف. مفترض ان احنا بنلعب محمد مجدي قفشه مهاجم تاني وبيلعب معاه محمد شريف. نوعا ما كويسه، نوعا ما مقبوله. عندك لعيبه بيمتلكوا سرعات، عندك لعيبه رجليهم حلوه على الجون وبيعرفوا يجيبوا اهداف. مفترض بقى ايه؟ نمديهم بالباصات اللي قبل احراز الهدف اللي هي اسيست. دي اهم حاجه في اوروبا، مين اللي عمل اسيست قبل الجون؟ دي بقى المشكله عندنا، مفيش حد بيعمل لنا اسيست. هتلاقي الصالون عندنا مثلا العاب. طب بنلعب 4-4-2، مش مفترض ان احنا عندنا مثلا العاب. طب دور عمرو سليه وحمدي فتحي ايه هو؟ ان احنا نلعب بسرعه للناس اللي بتلعب على السرعات دي. لا احنا نستنى حد ما يقفل في الاوفسايد وبعد كده نبصلهم. طب علي معلول ومعاه الكره برده بنحاول ان احنا يا جماعه احنا بنلعب في الاوفسايد. يا جماعه احنا عاملين اوفسايدات كتير جدا. يا جماعه احنا كان في فرص متاحه ان الاهلي خلص المباراه من بدري جدا من الشوط الاول. والكلام اللي كانت قلبه بين الشوطين اللي هو تخبيط في طريقه اللعب وتخبيط في اللعيبه اللي تلعب قدام كان هيتلعب تماما. كانت قال ان بيسو موسيماني مدرب عبقري وبيستفاد من السرعات، وهي دي ام المشكله اللي موجوده عندنا. ان دايما التحليل بيتربط بالنتيجه. يعني مثلا لو تخيل انت الكوره بتاعت كهربا وقفشه وطاهر دخلوا بعض فيها، كان واحد مثلا قدر ان هو يتكلم او قدر ان هو يمد رجله على الكوره وياخدها وكان قال احسن الهدف الثاني، مش كان هيبقى وقتها موسيماني عامل جيم تكتيكي مثالي وعالمي؟ بالمناسبه مش من الناس اللي بقولها قوي بيتش موسيماني، من الناس الكتيره قوي اللي انا بتقول ان موسيماني احتمال ما يكملش لحد الدور الثاني، لان الراجل نوعا ما ما بيقدمش اضافات تكتيكيه جوه الملعب. انت بتلعب النهارده بتعتمد على السرعات. طب ماشي، مين اللي يعمل بقى التمرير الحراريه للعيبه دي؟ كانت فكره فاشله انك تحاول تلعب من ورا، اللي هو بدر بنون بيلعب كره قطريه ناحيه الشمال او كره قطريه ناحيه اليمين، ونفس الشغل ابن الجزمه اللي كنت بكره عليه باتريس كالدرون. مع الاسف الشديد بدا يتكرر في النادي الاهلي ان انا بعتمد على لعيبه سرعات ويلا يا جماعه نجري وخلاص. طب يا جماعه في مين في نص الملعب هيغذي الناس دي؟ كابتن هيبقى الناحيه الثانيه 4-1-4-1 بيعتمد ان انا هلعب خطوط متقدمه من خط الدفاع علشان خاطر عارف ان الاهلي عنده مشكله في موضوع صناعه الالعاب، وعارف ان الاهلي نوعا ما ما عندوش سرعه كافيه في الهجمات بتاعته كره من رجل لرجل. مشكله النهارده ان ما كانش فيه سرعه، كان فيه تسرع غريب جدا جوه الملعب. بناخد لمسه ولعبه وبنلعب قدام، لمسه ولعبه وبنلعب قدام، لمسه ولعبه وبنلعب قدام، وكلهم غلط وكلهم اوفسايدات وكلهم الدنيا ضايعه تماما. جبنا الهدف الاول، مسكنا كوره، المكسر ما كانش موجود جوه الملعب الشوط الاول، استنينا لحد ما مصر المكسر دخل الجيم، وبعد كده بنكتشف كل مره ان ايمن اشرف اوفسايد. والله بنكتشف ان ايمن اشرف اوفسايد وعنده مشكله في الكرات العاليه، والله بنكتشفها دايما لما بنلبس بيها جوان، ما بتبقاش مكشوفه غير كده خالص، اول ما نلبس جون بسبب اشتراك مع ايمن اشرف كره هوائيه. والله ايمن اوفسايد يا جماعه، ما فيهاش ان هو يبقى مساك عندنا. طب يا جماعه من اول، طب ما احنا جبنا بدر راجل بسم الله ما شاء الله طويل، نحط معاه مساك تاني طويل عشان خاطر نضمن الكور العاليه. طب هتقول لي ما هو ايمن بيبدا من تحت. تمام، ما هو بدر النهارده كان بيبدا من تحت والدنيا كانت مظبوطه جدا، مكرر بتطلع لك من تحت. يبقى حته ان انت مستمر بايمن عشان خاطر الراجل بيعرف يطلع من تحت صح؟ لا، انت محتاج تغير الفكره دي، ومحتاج انك تدي فرصه لياسر يلعب جنب بدر او تلعب بدر ناحيه الشمال يغطي علي معلول، وبرضه هتبدا من تحت صح. هتقول لي على عدلته، مش على عدلته، ما ايمن اشرف ما بيلعبهاش وفجاه بقى من احسن مساك في مصر. لازم انا كل حاجه تعملها مظبوطه، بس اهم حاجه نخلص من حته الزنانه بتاعه الكوره الطويله العاليه اللي بنكتشف فيها ان ايمن اشرف قصير. محمد هاني ناحيه اليمين بسم الله ما شاء الله، يعني كنا بنحب احنا محمد هاني زمان عشان خاطر كان بيعمل كروسات عالميه. المره دي الحمد لله محمد هاني بطل يعمل كروسات، وحتى لو بيعملوا كروسات بيعملوا محمد شريف وطارق محمد طارق كهربا اللي هم اساسا ما بيعرفوش يلعبوا الكوره عاليه. الكوره اللي جت في الهدف الاول بتاع محمد شريف تقدر تقول عليها ان هي اوف سايد، ان الكتف ممكن يجيب جون بكتفه وتتحسب زي كره مروان حمدي اللي جابها فينا النهارده. انما الجون الثاني ده ما كانش في حته سابقه، فالحكم حاجه غريبه جدا. الحكم بتاع الرايه كل مره بيستنى على الكوره وبعد كده بيقرر ان انا هرفع اوفسايد. مش عارف، ما هم يا هنا يبداوا من اول الكوره يا المهاجم ما يستلمهاش ويرفع، يا قبل المهاجم ما يستلم ويرفع. هو التحكيم عندنا في مصر يفضل سيء دايما، واحتفالات كابتن ابراهيم نور الدين بعد ما الفار بيقول له احسب حاجه دي تفضل مستمره عندنا. لا، مش جبت كتير كويس لموسيماني. لا، في كلام كتير بيتقال من بره من الخط، في كلام كتير قوي الناس ما كانتش بتقدر تقوم ايام ريني فايلر بقى بتقدر دلوقتي ان هي تقول تعليمات للعيبه. موسيماني المدرب طيب،
لا مدرب طيب على فكره، ما فيهاش عيب ولا فيها اي حاجه، مدرب اللعيبه بتحبه، مدرب نوعا ما مش متزمت قوي في حته انك تتدخل بشغلي ولا اي حاجه. ودي انا لسه مراهن ان برشلونه مش هيكمل لحد نهايه الدور الاول. الراجل عنده مشاكل تكتيكيه مش مفيد، هو الراجل عنده مفترض مشاكل في حته ان انا اوصل الفرقه للجون ازاي، حته ان انا العب كوره طويله والكلام ده ما كنتش ان هي فكره ناجحه. بس يعني يمكن ربنا يخلف الظنون والراجل يكمل معانا والراجل يتحسن الاداء والراجل يطور الاداء. بس للاسف ما اعتقدش، ما اضحكش عليك يعني، بس كل حاجه في الكوره وارده. بس ممكن يعني ربنا يكرمه والله كريم، واللي رزقك ماتش الزمالك واللي رزقك ماتش الاتحاد السكندري وكاس مصر ربنا يرزقك في الباقي يابا، وسيبها تمشي زي ما هي ماشيه. مباراه قدر الاهلي يكسب فيها خصم عنيد جدا زي كابتن ايهاب جلال، كابتن ايهاب جلال ومصر المقاصه اللي الشوط الثاني حرفيا تقدر تقول عليهم كده ان هي فتره الاعداد بتاعتهم بانت عليهم، ان اللعيبه لسه ما جابتش نفس واللعيبه لسه مش قادره تجاري رتم النادي الاهلي جوه الملعب، والاهلي بياخد اريحيه الشوط الثاني وبيقدر ان الاهلي يخلص المباراه. اه تغيرت نصر ملك كانت ممتازه جدا، بس ما اعتقدش ان انا فهمت محمد مجدي قفشه كان بيلعب ايه. يعني قفشه كان بيلعب جناح، مفترض ان هو كان بيلعب جناح ناحيه الشمال، وكهرباء كان بيلعب مهاجم، والناحيه الثانيه كان بيلعب محمد شريف. قلبنا 4 3 3 جوه الملعب، وقلبنا 4 2 3 1، وقلبنا 4 4 2، والحمد لله عدينا بالستر الحمد لله رب العالمين. عارف ان الفيديو ما عجبكش، بس ما عجبكش قول لي ليه ما عجبكش تكتيكيا بالنسبه للحاجات اللي انا غلطت فيها من ناحيه بيتسو موسيماني اللي في وجهه نظرك شايف ان انا بتجنى على الراجل فيها. وعموما كلنا نتمنى الراجل التوفيق، ونتمنى ان ربنا يبقى خلاف الظنون والراجل يعمل اداء كويس ويقدر يطور الفرقه ويودينا حتت لبعيد، انما حتت ان احنا خدنا دوري الابطال والراجل عمل ما يتعملش في كلام كتير.